السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، إن شاء الله في هذا الفيديو جديدة غادي نحاولو نتعرفو على لو بلان ديالكتيك والبلان كونسيسيف. غادي نعطيكم مجموعة من النماذج إن شاء الله باش تحاولو باش تاخدو إن شاء الله نقطة جيدة في لابخوديكسيون كريت ملي تبغيو تعتمدو لو بلان ديالكتيك ولا لو بلان كونسيسيف. نخليكم مع غادي نخلي باش منطولش عليكم، نخليكم مع الشرح. السلام عليكم. انا قبل ما نبدا اول حاجه كنتمنى انكم تعذروا التاخر ديالي، تاخرت عليكم في الفيديوهات لسبب خارج على الاراده. دونك بلا ما نطول عليكم غادي نبدا ان شاء الله في الشرح. دونك غادي نبداو بلو بلان ديالكتيك. يلاه كما كتعرفوا بان لو تيكست ارغومونطاتيف كيدوز خصو يكونوا فيه ثلاثه نتاع المراحل، لانتروداكسيون والديفلوبمون ولا كونكلوزيون. دونك غادي نحاولوا نجزئوا هذا انا هنايا في هذا الفيديو غادي نحاول نعطيكم العبارات اللي تقدروا تبداو بهم باش ديروا في لانتروداكسيون، العبارات اللي ديروهم باش في لو ديفلوبمون، العبارات اللي تحتاجوا في لا كونكليزيون. يعني الا اعتمدتي هذه المنهجيه يعني غادي تجيب واحد النقطه جيده ان شاء الله. غادي نبداو بالسهل، يعني الطريقه اللي سهله اللي يعني اي واحد يقدر يديرها، واخا يعني واخا يكون النيفو مثلا ديالو ناقص يقدر يعتمد هذه الطريقه هذه. روح مثلا الا كان عندنا شي سوجي عنده علاقه بانتيغون، نقدروا نبداو بهذه العباره هذه. انتيغون اي اون تراجيدي مودرن اكريت بار جوان نوي. دونك انتيغون هي واحد التراجيديا جديده يعني كتبها جوان نوي، دو لاكيل لو دراماتورج ايفوك لا بروبليماتيك دو. يعني في هاد لا تراجيدي لو دراماتورج، لو دراماتورج هو اللي كيكتب لنا، هو الشخص اللي كيكتب لنا ان بيز دو تياتر. شنو كيدير؟ ايفوك، كيهضر لنا على اشكاليه ديالها. انا كنكتبو السوجي، يعني الكاتب كيهضر لنا على المشكل ديال مثلا لو سويسيد، وكنكتبو هنايا لو سويسيد. اون افي ايل ساجي دو. هنا غادي نحاولو نشرحو، غادي نحاولو نشرحو هنايا. اما غادي نعطيو نشرحو هذاك لو سوجي اللي عندنا، اما كنديرو له اون ديفينيسيون كنشرحو مثلا لو سويسيد شنو هو، اون ديفينيسيون عاديه، ولا كنديرو اون اكسبليكاسيون ولا اون دي جينيرال تيغي دو لوفغ. يعني كنحاولو مثلا نشرحو السياق ديال داك السوجي في الكتاب. مثلا لو سويسيد نقولو مثلا بحال الحاله ديال ايمون اللي انتحر من اجل لامور مثلا ديال انتيغون، ولا بحال الحاله نتاع اوغيديس اللي انتحرات باسكو مثلا سون فيس اي مور، بحال هكا مثلا. يعني نشرحو لو كونتكست، فكره عامه من 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 الكتاب اللي عندها علاقه بداك الموضوع. الو هذه يعني هنايا لا ديفينيسيون، يعني لا بروميير ايتاب نتاع الانتروداكسيون. كنفوتو لهاد لا دوزيام ايتاب اللي هي لا بروبليماتيك. لا بروبليماتيك يعني المشكل اللي عندنا في السوجي شنو هو. كنلقاو بان دايور سيغتان بونس كو، البعض يعتقد ان، كنديرو هنا الاطروحه اللي عندنا. البعض كيظن مثلا بالانتحار شيء جيد ولا شيء خايب مثلا، d'autres pensent le contraire. وهذه الاطروحه المعارضه ديالها، وكنطرحوا هاد لا كيسيون الوغ كي اتور اي كي ريزون. الوغ كاين اللي كي هنا كتوقف عند يعني كيكمل لانتروداكسيون كيكملها هنا، وكاين اللي كيزيد هاد الجمله هذه وماذا بكم تزيدوها على شنو الدور ديالها. هاد المرحله هذه كنسميوها انونسي لو بلان، يعني اللي غادي يقرا التكست ديالك ولا اللي يقرا هاد الجمله هذه غادي يعرف شنو غادي يكون عندك في العرض. يعني كتورغانيزي ليك التكست ديالك، وكيعرف بلي راه مصحح، كيعرف بلي راك منظم، لو تكست ديالك راه منظم. الوغ شنو كتعني هاد الجملة هادي؟ دون سو كي سوي اون فا كومونسي باغ لي زارغيمون دي زادجيفون، بوي اون فا باسي ا سو دي زوبوزون. يعني فيما يلي، يعني في العرض غادي نبداو بالحجج ديال المؤيدين، وموراها غادي نفوتو الحجج ديال المعارض. دونك فوالا، دونك هذا واحد النموذج نتاع المقدمة نقدرو نديروه في اونتيغون. راه نفوتو لا بواط ميرفي مثلا، الا كان عندنا شي سوجي عنده علاقه بلا بواط ميرفي نقدروا نديرو بحال هاد الشكل. لا بواط ميرفي اي تان رومون اوتوبيوغرافيك اكري بار احمد السفريوي، هادشي راه باين. دون لوكيل il évoque la problématique de، يعني في هاد الكتاب هذا كيتحدث لنا على المشكل ديال اللي كما شفنا قبل. كنديروا الموضوع وكنزيدو كنعطيو الشرح وكنشرحوا البروبليماتيك مثلا ديال لا سوليتود اللي il s'agit de، كنشرحوها شنو هي هذا.
كنشرحوا ولا كنشرحوا السياق كما قلت لكم قبيل. دونك هادشي راه باين اللي شرحته في الاول. سيبوندون سيت تيز هنا غادي نفوتوا لا بروبليماتيك، ولكن هاد الاطروحه هذه ولا هاد الفكره ولا هاد الحل ولا هاد التصرف اي تري بريفيليجي بار ان غران نومبر دو بيرسون، يعني مفضل عند مجموعه نتاع الاشخاص. دوطخ سوبوز ا سيت ايدي، البعض الاخر كيعارض هاد الفكره هاد، كيطرحوا السؤال الوغ كيا غيزون اي كيا تور. شكون اللي عندهم الصح في هادو وشكون اللي راه غلط؟ يعني من بعد نتعرفوا عليهم في في العرض. هاد الجمله هادي راه حنا شفناها دون سو كي سويون بريزونتيغا، دونك هادي لو بلون فوالا. الوغ نموذج اخر نتاع لا بوات ا ميرفي، الا بغينا نديرو بطريقه اخرى، لا بوات ا ميرفي ايت ان رومون اوتوبيغرافيك اكري باغ احمد السفروي دون لوكيل il traite la problématique de مشكل هنا لو سوجي اللي عندنا. il est l'un des sujets essentiels هو يعني هو من بين المواضيع المهمه. car علاش مهم؟ وكنقولوا مثلا لحقاش هضر عليه في الشابيتر، مثلا شابيتر واحد من اللي باغ اكزومبل ملي هضرنا على سوليتود نقولوا في شابيتر واحد من اللي سيدي محمد كان كيقلب على شي انامي باش يعني pour trouver solution pour trouver une solution la solitude ديالو مثلا بحال هذا الشكل. يعني كتحاول تشرح لو كونتكست ولا السياق اللي فيه اللي ظهر فيه داك السوجي ديالك اللي كنخدموا عليه. فوالا دونك موراها كتجي الاشكاليه. اور سولا اي مال في بار ان غران نومبر دو بيرسون، ولكن هذا الشيء هذا يعني كيشوفوه وحدين بواحد النظره خايبه. دوطخ سون بلوتو داكور والاخرين موافقين على هذا الشيء. يعني هنا كيبان هنا الشيء هنا باش كيبان بلي راه حنا خدامين بالبلون ديالكتيك. الوغ اكي دون طون غيزون لمن نعطيو الصح. فوالا هادي حتى هي جمله حتى هي اللي بغا يستعملها باش يدير انونسي لو بلون. فيما يلي غادي نقدمو توغ اتوغ يعني واحد مور واحد لي زارغيمون تاع لي زادجيفون لي زوبوزون، هادي راه مفهومه. راه نقدرو نستعملو هاد النوع تاع لي زانتخودكسيون اللي هما يعني نقدروا نقولوا عليهم مثلا باس بارتو اللي نقدروا نستعملوهم في مجموعه نتاع المواضيع، بحال مثلا هذا الموضوع هذا، بحال هذا السوجي هذا، هاد لانتروديكسيون تقدروا تستعملوها. مثلا نوتخو ديو نوزا اوفير ان دون ايرومبلاسابل، يعني ربي عطانا واحد النعمه ما كتعوضش. اي كي نو كاركتيريز بارابور اوز انيمو اي دي زوتر فيفون، اللي كتميزنا علاقه مع الحيوانات وكاع الكائنات الحيه. سي لو سيرفو اللي هو العقل. اون افي لهذا وكنعطيو التعريف غنقدموا لو سوجي ديالنا. اون افي لا ساجيس ولا لي لا جونيس، مهم على حسب الموضوع. نتوما تقدروا تختاروا هذه الجمله هذه ولا تحفظوها وتشوفوا الموضوع اللي تجيكم معاه وديروها معاه. اور سيغتان بيرسون افو كو، دونك هنا الاشكاليه، ولكن البعض كيعترف بان لا تيز دوطخ بونس ديفيرامون، الاخرين كيفكروا بطريقه مختلفه. الوغ كي طور كي غيزون، شكون اللي عنده الصح وشكون اللي غلط. فوالا هادي نفس الشيء حتى هي في العرض، غادي نلقيو واحد النظره على لي زافيرماسيون دي زان و باسون بار لا سويت ا سيل دي زوتر. نفس الجمله نفس العباره اللي شفناها قبل غير بطريقه مختلفه باش اللي بغى يبدل. نقدروا نستعملوا هاد الجمله هادي دو نو جوغ لي جون دوفيان en plus en plus emporté par le monde qui les entoure. يعني إذا كان عندكم شي موضوع عنده علاقة بالشباب تقدروا تستعملوا هاد الانتروديكسيون هادي. يعني شنو كنقصدوا هنايا؟ يعني حاليا الشباب ولاو يعني يوم بعد يوم ولاو متشبتين بالعالم اللي كيدور بهم، كي لاكسيبت غارمون او جامي لي كونساي دي غران، و كيقبلوش يعني قليل فاش كيقبلوا ولا ما كيقبلوش كاع نهائيا النصائح نتاع الشباب. وهنايا كنديرو السوجي مثلا لو كونفلي دو جينيراسيون مثلا اي تريتي دون لا بيس دو تياتر انتيغون دو جون انو لوغسكو. هنايا غادي نشرحو فوقاش. الى مثلا درنا لو كونفلي دو جينيراسيون نقولو لوغسكو انتيغون ديفي لي زوردر مثلا دو سون اونكل كريون. D'ailleurs, la thèse, d'ailleurs certains pensent que y a la thèse comme là, d'autres voient le contraire. Alors,
بوكا سي ديفيرونس، علاش كاين هذا الاختلاف ما بين هاد جوج؟ فوالا، دونك هادي راه حنا شرحناها قبل، ما نعاودوش نضيعو فيها الوقت. اون اوتر انتروديكسيون، نموذج اخر تاع مقدمه تقدروا تستعملوه. لي زيكسبيريونس، ليستواغ، لونتوراج، لي سورتو ليدوكاسيون، يعني التجارب، التاريخ، المحيط ديالنا، وبالاخص يعني ليدوكاسيون، التربيه. فاصون نوتخ فيزيون، كتشكل النظره ديالنا، وكتبني وكتنحت سكولت نوتخ بيرسوناليتي، كتنحت الشخصيه ديالنا. دونك هاد الحوايج هادو كاملين هما اللي كيقوموا بهاد لي يعني ليكسبيريونس و ليستواغ و لونتوراج و ليديكاسيون، هما اللي كيقوموا بهاد الاشياء. اون افي لو سوجي دو، يعني الموضوع ديال كنكتبو، الموضوع تام دو ديسكسيون، يعني هو الموضوع اللي كنناقشوه. اي كوم، ونعطيوه اون ديفينيسيون، تعريف. دونك هذا نموذج نتوما تقدروا تصاوبوه بالطريقه اللي تجيكم، اللي ترتاحوا فيها. Il est traité dans la pièce de théâtre d'Antigone de Jean Anouilh pour montrer, يعني هذا الموضوع هذا راه تناقش في جون انوي، باش يبين لنا باللي مثلا اسمان علاقتها مع أنتيغون، ولا المهم على حسب هنايا فين كندير هذيك اكسبليكاسيون، يعني السياق فاش تطرح هذا السوجي هذا. الوغ دو زاتيتود، يعني جوج ديال المواقف توتالمون توبوزي، يعني جوج ديال مواقف مختلفة متناقضة. نو مان افواغ كي ا غيزون كي ا تور، يعني كتخلينا نشوف شكون اللي عنده الصح وشكون اللي غلط. دونك هاد لابخاز هادي ديجا شرحناها. الوغ ندوزو لان اوتر اكزومبل ديال لانتخوديكسيون. هذا لي سوجي دو لا في سون بليزيور اوتون كو لا ديفيرسيتي دو لومان، المواضيع ديال الحياة مختلفة جدا كتر من الاختلاف نتاع البشر. دونك هادي جملة تقدروا تستعملوها مثلا بحال راك دير اموني لي سوجي، يعني بحال كتجيب السوجي. اون افي نكتبو هنا السوجي، لا سوليتود، لو سويسيد مثلا، لا فيولونس، ايت ان تيم امبورطون تريتي دون لا بواط ا ميرفاي. دا احمد السفروي، هنا ما عندناش لو سويسيد، المهم على حسب تختاروا هذا الكتاب اللي بغيتو. ان تيم امبورطون تريتي دون انتيغون دو جون انوي مثلا. دايوغ سيغتان فوا كو، البعض يعتقدوا ان هنا نكتبو الاطروحه، يعني الاطروحه، يعني كان اطروحه واطروحه معارضه، لا تيز ولونتي تيز، هادشي راكم عارفينو. الوغ بوكو سي ديفيرونس، هادشي شرحناه. الوغ نفوتو نموذج اخر. افون تو il faut préciser que، يعني قبل ما نبداو نهضروا يعني في الموضوع، قبل ما نطرقوا الموضوع، il faut préciser que، يعني خصنا ندققوا واحد الحاجه، يعني خصنا واحد الحاجه نبينوها، باللي ان لو سوجي، الموضوع ديالنا، اي بار ديفينيسيون كتعريف ليه هو، وكنعرفوه كنعطيو التعريف. دونك نديرو هاد الجملة هادي ونعطيو التعريف لداك لو سوجي ديالنا، ولا نشرحوه مثلا، نشرحو السياق فاش جا في الكتاب، ونفوتو لا بروبليماتيك. سوبوندون نومبروز سون لي بيرسون كي فوا كو، عديدة مثلا هي العديدون هما الأشخاص الذين يرون أن كنديرو الأطروحة. دوطخ بونس ديفيغامون، الآخرين كيفكرو بطريقة مختلفة. ألوغ كي سيغي لو بلو كونفانكون، دونك هذا سؤال اخر عاوتاني مختلف على الاخرين، شكون اللي فيهم غادي يكون مقنع اكثر. دونك هاد الجمله هادي راه حنا شفناها، انونسي لو بلان، تقدر ديرها، المهم عنده اختيار شخصي. نقدر نديرها الطريقه عاوتاني، افون تو il faut préciser que، كيما قلنا قبل ما نبداو خصنا نتواضحوا بان لا في، ولا خصنا نبينوا باللي لا في ني با توجور فاسيل، بان الحياه ماشي دائما سهله. Il faut s'inscrire dans le monde de la force et la compétition. يعني خصنا نخرطوا في هذا العالم ديال القوه والمنافسه، pour pouvoir gagner sa vie، باش تقدر تربح في الحياه ديالك. C'est pourquoi le sujet 2، لهذا فان موضوع كذا، الموضوع اللي غادي نهضروا عليه، occupe une place de choix، يعني عنده واحد المكانه مهمه. ونفوتوا لا بروبليماتيك. Cependant, nombreuses sont les personnes qui voient que la tâche sera plus difficile, d'autres pensent différemment. Alors, à qui donne-t-on raison? Alors, il faut se tarder à parler de
يعني بمجرد الحديث عن كان كسبوا هنا الموضوع عن موضوع كذا هو في نفس الوقت حديث عن سي بارلي دو ولا دو ولا كنعطيو لا ديفينيسيون تعريف ديالو يعني هذه طريقه بسيطه مثلا اللي عنده نيفو ناقص مثلا برودكسيون كريت ولا يقدر يستعمل بحال الطريق المهم راه عندكم هنا لي شوا اختاروا الطريقه اللي تناسبكم الطريقه اللي تقدروا عليها دايور سيغتان سون بلوتو دافي كو البعض كيقول بان الراي ديالهم هو الراي ديالهم هو لا تيز دوتغ بونس اوترومون الاخرين كيفكروا بطريقه مختلفه والسؤال الوغ كي ا ريزون اي كي ا تور دونك هادشي راه شكون اللي عنده الصح شكون اللي غلط هادشي راه تقدروا تبداو هاد الجمله تبداو بهاد الجمل هادو بهاد العبارات اون شوز اي سور hier aujourd'hui au ou même demain ou là sans contredire وتكملوا مثلا كما شفنا قبل دونك هادو مجموعه نتاع النماذج ديال لي انتروداكسيون اللي تقدروا تختاروا كل واحد فيكم يختار في يختار وحده فيها يختار وحده فيها اللي جا اللي تناسبه اللي عجبته يستخدمها و دابا غادي نفوتوا العرض العرض غادي نشوفوا شنو هما الجمل اللي نقدروا نبداو بهم العرض العرض راه حنا مادام راه حنا في البلان ديالكتيك يعني غادي يكونوا عندنا المؤيدين والمعارضين غادي نشوفوا دابا الجمل اللي نحتاجوهم باش نبداو بهم لي زادجيفون المؤيدين نقدروا نبداو بهذه العباره هذه بور ديفوندغ لوغ بوين دو في لي زادجيفون افيرم كو يعني هو للدفاع عن رايهم الشخصي لي زادجيفون افيرم كو المؤيدين كياكدوا بان وكان نعطوا لي زارغيومون او لي زيكزامبل دونك هادشي راه باين ايفوكي نقدروا نديروا عاوتاني هاد العباره هادي ايفوكي سو سوجي الحديث عن هذا الموضوع يعني بمجرد الحديث عن هذا الموضوع revient à soulever les diverses positions que les adjuvants et les opposants ont manifesté يعني بمجرد اننا نهضروا على هذا الموضوع كيخلينا ولا كيفرض علينا اننا نناقشوا مجموعه ديال المواقف les diverses positions اللي خداوهم لي زادجيفون و لي زوبوزون كو لي زادجيفون لي زوبوزون هما اللي يعني اللي مؤيدين المعارضين خداوهم بعين الاعتبار المواقف اللي خداوهم اون افي لي بارتيزون ريكلام اي افيك انتوزياسم كو يعني المؤيدين كياكدوا ولا كيناشدوا بحماس ان ونعطيو لي زارغيمون اربعه نتاع لي زارغيمون مثلا ولا ثلاثه و لي زيكزامبل جوج ديال لي زيكزامبل ولا واحد على حسب كل واحد الطاقة ديالو راه فوتو نموذج اخر اللي هو هذا بوغ نو با ليسي سو سوجي سو لي زومبر دو لوبلي باش ما نخليوش هذا الموضوع هذا في ظلمات النسيان لي زادجيفون افيرم كو المؤيدين يؤكدون ان اون فوتو لي زارغيمون بوغ سوتنيغ لور كونفيكسيون لي زادجيفون افيرم كو باش يدعموا القناعة ديالهم المؤيدين كيأكدوا أن les adjuvants soutiennent leur position المؤيدين كيدافعوا على الموقف ديالهم en la défendant avec un nombre important d'arguments وكيدافعوا عليها يعني كيدافعوا على هذا الموقف على الموقف ديالهم يعني كيدافعوا على الموقف ديالهم بمجموعه بواحد العدد مهم من الحجج d'abord ensuite puis enfin au Attends les arguments, les exemples. Pour argumenter leur témoignage, les partisans affirment que Bashi, يعني عطاو واحد الحجة جيدة ويدعموا الشهادة ديالهم بواحد الحجة جيدة. Les partisans affirment que المؤيدين كيأكدوا أن وموراكم ما عارفينش شنو غادي دير. Pour débattre ce sujet, يعني باش يناقشوا هذا الموضوع, les adjuvants affirment que المؤيدين كيقولوا أن Pour répondre à la problématique soulevée ci-dessus, les adjuvants affirment que باش نجاوبوا على الاشكاليه المطروحه اعلاه المؤيدين كياكدوا ان alors on faut les arguments pour défendre ses propres convictions وباش يدافعوا على كي نقولوا يعني القناعات ديالهم الشخصيه et ainsi montrer qu'ils sont dans la bonne voie ou باش يبينوا بلي راهم في الطريق الصواب les adjuvants avancent que المؤيدين كيقولوا ان فوالا عطوا لي زارغيمون
avoir raison ou non, soit عندك الصح ولا ما عندكش الصح ولا راك غلط, il faut toujours savoir justifier ses propos de la façon la plus convaincante qu'elle soit. خصك دائما تعرف كيفاش justifier, تعلل المواقف ديالك, القوال ديالك بالطريقة الأكثر إقناعا, de la façon la plus convaincante qu'elle soit. C'est pourquoi les adjuvants affirment que les hadal mu'ayyidin ki'akdu anna. Ce sujet intéressant qu'il soit provoque l'accord des partisans. يعني هذا الموضوع هذا والأهمية ديالو يعني خلقنا يعني الموافقة نتاع المؤيدين. علاش؟ كار ونعطيو الحجج. Alors, آخر طريقة هي هذه sujet, مثلا le suicide, la violence, le divorce, a toujours suscité les querelles et les controverses. هذا الموضوع هذا يعني دائما ما كينوض يعني المشاكل ولي querelles, الصراعات ولي oppositions, يعني النقاشات. D'ailleurs, في الهادة يعني لي partisans affirment clairement que الهادة في يعني المؤيدين كي يأكدوا بوضوح أن alors on dira les arguments et les exemples. Alors faut d'abord les phrases اللي نقدروا نستعملوهم باش ملي نفوتوا للباراغراف نتاع لي زوبوزون. Alors faut la première phrase هي هادي, les opposants pensent autrement car ils affirment que المؤيدين كيفكروا بطريقة مختلفة, لأن pardon المعارضين كيفكروا بطريقة مختلفة لأنهم كيظنوا أن ولا كيأكدوا أن les opposants pensent différemment, غير هادي différemment autrement بحال بحال. Quoi qu'ils disent, يعني رغم داكشي اللي قالوه, يعني كنهضروا هنايا هاد إيل كتعود على لي زادجيفون على المؤيدين, رغم داكشي اللي قالوه قبل, les opposants ont aussi leur démonstration. حتى المعارضين تاهما عندهم حجج ديالهم. En effet, Or les opposants voient maintenant que dans le sujet là différemment, que je vois par exemple car on expose les arguments. Cependant, ces arguments ne sont pas toujours convaincants. ولكن هذا الحجج ليست دائما ماشي دائما مقنعة. علاش كنهضروا هاد ces arguments qui ont eu les arguments les chinois قبل يعني نتاع المؤيدين ليست دائما مقنعه. En effet, les opposants affirment que les هدف ان المعارضين كيأكدوا ان. Or, les opposants préfèrent penser d'une façon différente. ولكن المعارضين كيفضلوا انهم يفكروا بطريقه مختلفه. Car ils voient que لانهم كيشوفوا بان انفتوا الحجج. Or, ce témoignage, aussi optimiste qu'il apparaît, ولكن هاد الشهادة هادي ولا هاد لي زارغيمون اللي كتبان يعني متفائلة ويعني كتبان جيدة يعني عندهم نظرة متفائلة للحياة يعني نتاع لي زادجيفون, في أجير لي زوبوزون, خلات لي زوبوزون حتى هما يتدخلوا ويعطيو المواقف ديالهم ويعبروا على الحجج ديالهم. اون افي ونديرو الحجج ديالهم. Toutefois, ces avis ont été rejetés par les opposants qui disent que. ولكن هاد الحج هاد الآراء اللي شفناهم قبل تم الرفض ديالهم من طرف المعارضين اللي كيقولوا بأن. Or, les opposants manifestent leur désaccord en attestant que. ولكن المعارضين كيعبروا على عدم القبول ديالهم ولا الرفض ديالهم en attestant que بالتعبير عن ولا les arguments, voilà les arguments. Toutefois, les opposants contredisent et s'opposent cet effet. ولكن المعارضين جايين ضد كي اوبوزي وكي عارضوا هاد الشيء اللي شفناه قبل car il affirme que. Mais paradoxalement, beaucoup pensent que. ولكن مفارقة كبيرة كتبين بأن معارضين كيظنوا أن بونس كو العديد يظنوا أن يعني لأن كاين عندنا مفارقة كبيرة بارادوكسالمون. نديرو لي زارغيمون.
En revanche, cette façon singulière de voir les choses, ولكن هذه الطريقة singulière, طريقة الفريدة من نوعها de voir les choses, باش كيشوفوا الحوايج يعني اللي كيشوفوهم لي زادجيفون, n'est qu'un prétexte pour les يعني ليست إلا ذريعة بالنسبة les opposants, المعارضين, car ils estiment que لأنهم يؤكدون أنهم. Or, cet accord aveugle, هذا يعني هذا القبول الأعمى يعني لهذا الشيء اللي شفناه قبل, soulève يعني الآخرين اللي شفناهم قبل كانوا يعني قابلين ذاك الرأي اللي شفناه, ولكن هذا القبول ديالهم الأعمى يعني بدون كيبان أعمى يعني قابلينه ب sans يعني بلا قيود, soulève l'opposition des détracteurs, يعني خلى ان المعارضين حتى هما ينوضوا يوبوزيو لهذا الشيء, يعارضوا هذا الشيء. En effet, on a tous les arguments. Mais ce regard apparaît injuste, ولكن هذه النظره كتبان غير صحيحه ولا غير يعني غلط, car les opposants disent que لان المعارضين كيقولوا ان دونك فوالا. دونك هنايا كملنا العرض, راه نتوما شنو غديروا؟ تختار جمله من هذوك اللي شفناهم في تاع المؤيدين وتختار جملة نتاع المعارضين وبقى تخدم بها في بروديسيون كريت كامل اللي عندك. فوالا, دابا نشوفو لي كونكليزيون. نشوفو انا عطيتكم نماذج نتاع لي كونكليزيون. بالنسبة للكونكليزيون كيكون فيها نورمالمون كيكون فيها لا سانتيز, يعني التركيب خلاصة نتاع القول ديال داكشي اللي تشاف قبل في العرض, وكتكون فيها كيكون فيها الرأي الشخصي, وكيكون فيها اون اوفرتور واحد السؤال مفتوح. كاين اللي كيبغي يدير هذا السؤال مفتوح, كاين اللي ما كيبغيش يديرو, وعندكم اختيار. انا نعطيكم هنايا طريقه بسيطه باش ديروه, واللي بغى يديرو اللي ما بغاش عندكم الاختيار. Alors pour conclure, les points de vue sur ce sujet diffèrent d'une personne à une autre. للختام, الاراء حول هذا الموضوع تختلف من شخص الى اخر. À mon avis, je pense que حسب رأيي الشخصي كان أمونا بلافي مثلا, حسب رأيي المتواضع كان ظن أنه كتعطي الرأي ديالك أنت مثلا جملة ولا جوج. ألوغ كيلا لا غولاسيون أونتخ سو سوجي إي, هنايا هادي هي الطريقة اللي هدرت لكم عليها نتاع كيفاش نربطو هاد السوجي هذا بموضوع آخر. شنو كيفاش غنديرو؟ إذا ما علاقة هذا الموضوع بموضوع, وكنكتبو شي موضوع آخر عنده علاقة ولا قريب ولا ماشي مشكل. دونك غير هنايا تقدر تكتبوا شي حاجه صافي, ما هذا السؤال راه باين. اون سوم, كخلاصه, avoir à l'esprit ces deux positions contradictoires, يعني الا درنا في بالنا هاد جوج ديال الاراء مختلفه, اي aussi bénéfique pour mieux se positionner, يعني واحد الشيء جيد باش نعرف راسي فين راني, ما انا بلاصه باش نعرف فين تموقع. هنا هاد الجمله درناها باش موراها ديجا الراي امون افي, وكنعطيو الراي الشخصي ديالنا. بغيف, سو سوجي اتيل فريمون اون ريلاسيون افيك, باختصار واش هذا الموضوع هذا واش عنده علاقه بشي افيك شي موضوع اخر. بوغ اريفي ا تيرم, بوغ كونكلور الختام, لي زافي سون تخمال دون بيرسون ا اون اوتر, الاراء كتشابك ولا كتختلف من شخص لاخر. اون سو كي مو كونسيرن, فيما حسب رأيي الشخصي, je vois que alors y a-t-il une relation entre ce sujet et la thématique 2 la du ou la de des ou la moyenne حسب شنو عندكم هنايا, واش كاين شي علاقه ما بين هذا الموضوع والموضوع ديال هكذا شي موضوع. En somme, les avis varient d'une personne à une autre, الاراء تختلف من شخص لاخر. Pour ma part, je pense que الرأي الشخصي ديالك والسؤال مفتوح. Pour ne pas conclure, عبارة يعني كنقول بحال راه ما يعني بغينا هذا الموضوع ما بغيناش نكملوه, يعني je dirais que les avis diffèrent d'une personne à une autre, كنقول بان الاراء كتختلف شخص لاخر. A mon avis, je pense que, نعطيو الراي ديالنا. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et ce sujet? Pour conclure, il s'est avéré clairement qu'ils sont deux sœurs contradictoires et opposées. هذه الجمله هذه نقدروا نبدلوها, هي ستافيري كو كيل سون دو اوبينيون
Il s'est avéré clairement qu'elles sont deux opinions contradictoires et opposées. Je dis l'ara m'khtalfa. On t'naqda. À mon avis, quelle est la relation entre ce sujet et. En somme, les avis ne sont pas parallèles. Ara, laissez-le. Car chacun voit la chose à partir de ses propres convictions. Quant à moi, je vois que, d'ailleurs, y a-t-il une relation? Donc, pour arriver à terme, le débat sur ce sujet demeure incessible. Demeure incessible. Mais كملش vu que les avis s'entremêlent نظرا بأن الآراء كتختلف à mon avis je pense que حسب رأيي الشخصي كنظن بأن alors quelle est la relation entre ce sujet et ما علاقة هذا الموضوع ب opposer ces deux avis يعني إلى عرضنا هاد جوج ديال الآراء est une chose bénéfique pour dire que il y a un شيء جيد باش نقولوا بأن ce sujet n'a pas sombré dans l'oubli. باش نقولوا بان هذا الموضوع هذا راه ما بقاش يعني ما بقاش في الظلمات كما قلنا قبل ديك العباره ما تنساش. À mon avis, je vois que الراي الشخصي alors peut-on traiter ce sujet de واش نقدروا نناقشوا الموضوع ديال واش نقدروا نناقشوا موضوع ماشي موضوع الاسبوع اللي فات. Malgré les soupçons des uns رغم الشكوك ديال البعض الى سيرتيتود دي زوتر واليقين ديال الاخرين المؤيدين والمعارضين لو سوجي ميريت تو دو ميم اون انتونسيون بارتيكولير ولا لو سوجي دومور انسيسيبل ولا دونك هنايا قلنا بان رغم الشكوك ديال البعض واليقين ديال الاخرين البعض الاخر الموضوع يعني كيستحق واحد الاهتمام خاص ولا الموضوع ميريت لو سوجي دومور انسيسيبل الموضوع يعني ما غاديش يكمل à mon avis le point de vue ديالك ce qui nous amène à poser cette question وتقدر تطرح السؤال هنا اللي هادشي اللي كيخلينا نطرحوا هاد لا كيسيون نطرحوا لا كيسيون en résumé les avis sur ce sujet demeurent un débat d'actualité يعني الاراء حول هذا الموضوع يعني هي موضوع يعني موضوع نتاع النقاش ديال حاليا ولا عصري موضوع عصري نقاش عصري pour ma part je trouve que حسب رأيي الشخصي alors quelle est la relation entre ce sujet bon pour arriver à terme la divergence des avis est flagrante اختلاف نتاع الآراء اختلاف شاسع كبير بزاف une différence de point de vue et de conviction sur la problématique soulevée c'est dessus واحد الاختلاف نتاع الاراء و ديال لي كونفيكسيون نتاع القناعات على حول الاشكاليه المطروحه اعلاه كونت ا موا وهنا نعطيو الراي الشخصي ديالنا و لا كيسيون كاين لا ريلاسيون pour arriver à terme ni les partisans ni les opposants se trompent d'avis là المؤيدين لا المعارضين غالطين يعني بجوج عندهم الصح يعني هنا كتحاول تكون ناتخ محايد كونت ا موا الراي الشخصي ولا كيستيون سو سوجي دو غراند فالور ا سوسيتي ان ديبا تري اجيتي يعني هذا الموضوع اللي عنده قيمه كبيره خلق لنا واحد لو ديبا واحد النقاش واحد النقاش كبير entre ce regard réducteur et l'autre assez ouvert mais bien هذيك النظره التقزيميه اللي كتقلص الحوايج اللي كتنقص في النظر et l'autre assez ouvert وديك النظره المفتوحه les avis s'entremêlent الاراء كتختلف quant à moi الراي الشخصي ce qui nous amène à poser cette question intrigante اللي كيخلينا نطرحوا هذا السؤال هذا كنطرحوا لا كيستيون فوالا دونك هنايا حنا كملنا لو بلون ديالكتيك هنا شنو خصكم ديرو كما قلنا ناخذ عباره نختار الطريقه اللي عجبتنا في لانتروديكسيون نختاروا الجمل اللي عجبونا في لي زادجيفون لي زوبوزون ونختاروا المقدمه الخاتمه اللي عجبتنا من هادو الوغ يعني هكا غادي يكون عندكم
بزاف نتاع الطرق باش تخدموا لو بلون ديالكتيفك، بزاف تاع الطرق يعني، كل واحد ياخذ منه ومنه باش تنوعوا، ماشي كل خطره نديروا غير نفس المنهجيه اللي كدار كل عام نديروها كاملين. رفضتوا لو بلون كونسيسيف، هنايا درت لكم جوج ديال المنهجيات كافيين. راه انا في بلون كونسيسيف ما غاديش نهضروا على دوك جوج المراحل الاولى نتاع السوجي لا ديفينيسيون، لحقاش راه حنا هضرنا عليهم قبل بحالهم، بحال لو بلون، بحال بلون ديريكتيف، بحال بلون كونسيسيف في ديك المرحله الاولى. غير الفرق اللي كاين في هاد لا بروبليماتيك، باردون، في هاد في انونسي لو بلون ما غاديش نقولوا غادي نشوفوا الحجج ديال المعارضون والمؤيدين، على حقاش في البلون كونسيسيف في العرض كنحاولوا حنايا نقبلوا شي فكره كنقبلوها وكنعطيو لي زارغيمون ديالنا، وفي العرض كنحاولوا نرفضوا هذيك الفكره اللي قبلناها في الاول لي زارغيمون لي زيكزومبل. يعني شنو غادي نديروا في انونسي لو بلون اللي درناه؟ غادي نديروا هاد العباره هادي دون سو كي سوي، فيما يلي nous allons premièrement غادي نبداو في الاول admettre، غادي نقبلوا لا تيز سي دسيو، غادي نقبلوا الاطروحه اللي شفناها في الاول sans oublier de la rejeter dans un deuxième temps، بلا ما نساو اننا نرفضوها في الباراغراف الزوج. الوغ شنو هما العبارات اللي نبداو بهم في العرض؟ هما هادو نتاع لي زادجيفون، وهادو اللي بالاحمر نتاع لي زوبوز. ماشي لي زادجيفون لي زوبوز، يعني هادو عبارات باش غادي نقبلوا شي حاجه، وهادو العبارات باش غادي نرفضوا. فوالا il est vrai dans un premier temps que j'admets، يعني اما لا شك فيه في يعني في الباراغراف الاول، ولا اولا انني كنقبل مثلا كنعطيو الاطروحه اللي كنقبلوها والحجج علاش كنقبلوها. سارت حتى هي مما لا شك فيه، جو ريكوني لو في كو، كنعترف بان وكنقولوها على من كنعترف وها علاش كنعترف. راه هنايا غادي نجيو نرفض داكشي اللي قلناه سوبوندون دون ان دوزيام طون، ولكن في باراغراف الزوج جو نو كونتيست با، لا اقبل. ها شنو ما كنقبلش وها علاش ما كنقبلوش. نيوموا ولكن جو ريفوز ريلاتيفمون سي بروبو، ولكن كنرفض بالبث والمطلق هاد الافكار هادو اللي قلتهم قبل كنرفضهم. فوالا الوغ فوتو الختيمه عطيتكم جوج ديال النماذج. Pour conclure, la problématique soulevée ci-dessus nécessite une réflexion bien profonde. يعني الإشكالية اللي شفناها قبل كتطلب واحد التفكير عميق، car de ma part، لأن حسب رأيي الشخصي، ونكسبوه الرأي ديالنا. فوالا دونك غادي نقرا هاد الجملة هادي، ما تصلحش في هاد السوجي. دونك de ma part، ونكسبوا الرأي الشخصي ديالنا وكما شفنا قبل. ولا ندير ensemble il n'est jamais trop tard d'affirmer que ce sujet est d'une valeur، يعني راه ماشي روطار، يعني ما حناش متاخرين اننا ناكدوا بان هذا الموضوع عنده واحد القيمه كبيره. en ce qui me concerne، حسب رايي الشخصي كنعطيو الراي الشخصي ديالنا وكنكملوها بشي سؤال مفتوح كما قلنا قبل. الوغ دونك هنايا لحد الساعه عندكم بزاف ديال النماذج باش تخدموا لو بلان ديالكتيك ولو بلان كونسيسيف، وان شاء الله هاد النماذج هادو غادي يعاونوكم تاخذوا واحد النقطه جيده في لا برودكسيون اكريت. حاجه اخرى اللي نبغي ناكد عليها هي انكم حاولوا ما امكن تنوعوا في لي بلون، ماشي نفس البلون بقا تخدموه دائما، كل واحد يخدم بلون باش المصححين كل خطره يشوفوا حاجه جديده ويكون عندكم نقاط جيده ان شاء الله. الوغ رونديفو ان شاء الله في شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.